دكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي باسم مستشفى إسنا للعزل صرح أنه مستشفى إسنا للعزل الصحي لم يستقبل حالات إيجابية بكورونا منذ أسبوع كامل، وقال أنه خرج من المستشفى آخر متعافي امبارح اليوم اللي هو امبارح، وانه منذ بدء استقبال المستشفى لحالات كورونا في مارس اللي فات شهد فريق العمل فترات عصيبه، مشيرا الى التعامل مع مرضى من مختلف الجنسيات. ومستشفى إسنا عايزه افكركم وافكر نفسنا انه دي كانت من اوائل المستشفيات اللي استقبلت حالات، واللي تقريبا كده خدوا الصدمه بكل تفاصيلها حتى من اول جاهزيه الاستعداد، لكن قدموا بطولات حقيقيه. احنا تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن مستشفى إسنا للعزل مبهج. في أقصى جنوب مصر، ومع حرص الدولة المصرية على تقديم الخدمات الصحية المتميزة لكل مواطنيها في مختلف المحافظات بدون تمييز بين شمال وجنوب البلاد، أعلنت مستشفى إسنا المركزي للعزل بعد 140 يوما من جهود جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا بجنوب مصر، أعلنت عن تعافي وخروج المصابين بفيروس كورونا من المستشفى. أكثر من 1076 مصابا بكورونا من المصريين والأجانب تم علاجهم في مستشفى إسنا، لينهي الفريق الطبي بمستشفى إسنا المركزي مهمته بنجاح، مسجلا ملحمة من الإنجاز الطبي وتقديم الرعاية المتميزة لكل الحالات قبل أن تغلق المستشفى أبوابها كمستشفى عزل وتعود لسابق عهدها لاستقبال مرضى مركز إسنا والقرى التابعة له، مع نقل اختصاصات التعامل مع إصابة فيروس كورونا داخل المحافظة إلى مستشفى حميات الأقصر ومستشفى العدسات فقط، وهو القرار الذي صدر استعدادا لضم مستشفى إسنا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بتجهيزها لهذا الغرض. نجاحات مستشفى إسنا المركزي للعزل جعلتها تحصد العديد من الإشادات التي امتدت من داخل مصر إلى الوطن العربي وعدد من دول العالم، مع تقديم خدماتها لكثير من حالات الإصابة بين زوار مصر والعرب والأجانب حتى تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة وجهت خطاب شكر إلى الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي وجميع العاملين بالمستشفى على حسن رعايتهم الطبية للسائحين الأمريكيين خلال فترة تلقيهم للعلاج من فيروس كورونا. لحظة فارقة إذن نعيشها مع إعلان إدارة المستشفى عن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا بعد رحلة عمل شاقة لنحو 140 يوما قضتها الأطقم الطبية داخل العزل الصحي، لتعلن عن قيامها بواجبها بكل إخلاص بعد أسبوع كامل لم تستقبل فيه مستشفى إسنا أي حالات جديدة لمصابي فيروس كورونا. ده اليوم اللي احنا كنا مستنيينه من شهر مارس لو حضراتكم فاكرين، ودي الصورة اللي احنا مستنيينها. ولو برضو حضراتكم فاكرين أول مستشفى أعلنت عن استقبالها الحالات كانت هي مستشفى إسنا للعزل، والناس اللي نقدر نوصفهم كده إذا وصفناهم في جملة نقول إنه فكرة الجاهزية دي إنك تبقى جاهز لظرف طارئ ولمفاجأة مفيش حاجة تسندك فيها غير كثير من العلم وكثير من الإخلاص. الناس دول كانوا أول نموذج شفناه للعلم والإخلاص، عملوا حالة كده من النجاح في علاج السائحين وناس سنهم كبير، كل الحالات خرجت بالسلامة من مستشفى إسنا، وكنا بنرجع لهم على مدار الفترات اللي فاتت يطمنونا طول الوقت على الحال.